السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم رايحه نبارطاج معكم هكا شويه مقتطفات من الحوايج اللي درتهم من نهار قبل العيد. هنايا درت لي كروكي، بديت بيهم. هنايا عندي كيلة بيض وكيلة سكر وكيلة ناقصه زيت. عندي لو زيست دو سيترون، عندي ثانيك صفار بيضة، ثانيك هذاك بوغ لا ديكوراسيون. درت له شوية قهوة سريعة الذوبان وغير قطرة هكا حليب باش هكذا نعاون هذيك القهوة باش تذوب. وعندي هذوك السكر كريستاليزي هذوك مع لي بيرل دوري باش نديكوري بيهم. واللاباط انا ندير مع لي كروكي اللوز، الجوز، الزبيب، الجلجلان، اي حاجه تفاصوا عندكم تزيدوا بنه على بنه. انا هنايا درت له الجلجلان مع الزبيب مع لي زاموند وثاني كلينوا. المهم خلطت هنايا بالباتور هذاك السكر والزيت والبيض ولو زيست دو سيترون، ضفت عليه هذوك المكسرات مع الجلجلان والزبيب، خلطتهم غير هكذا شويه. ومن بعد نبدا نضيف عليه لافارين بشويه بشويه. انا ولا لوفور بيان سور، لا لوفور انايا شاك جوج بيضات ندير ليها ساشي لوفور شيميك. دونك هنايا انا في هذيك الكيله تاع البيض اللي درتها درت 4 بيضات، دونك درت 2 ساشيات لوفور شيميك. ولا فارين كيما قلت لكم على حساب شغل ديروا لا فارين حتى تلم العجينه. فوالا هنايا بديت شكلتهم هكا حرابش. انا درت غير 3، ولكن تقدروا زعما الا حبيتوا لي كروكي يجيوكم هكا صغار تقدروا ديروا شغل ديروهم مانس هكذايا. فوالا سينو هنايا درت ليها هذاك لو جون دوف من الفوق وخبشتهم هكا بلا فورشيت باش يجي هكا شويه الشكل شباب، ورشيت عليهم من الفوق هذاك لو شيك كريستاليزي مع هذوك لي بيرل دوري. تقدروا ديروه غير بالسكر، ميم بالسكر يجي بزاف بنين هكاك شغل كيت كاراميليزا من الفوق، يعطي له ان تري تري بون غو.
درت هذاك الكروكي باش يطيب، وهنايا رايحه نخلط هذاك هذيك حلبه الطابه. هنايا عندي 3 حبات بيض، عندي كاس سكر. كي نقول لكم كاس صافي دير كاس تاع لاتاي، ماشي كاس كبير هذاك اللي نشربوا به الماء، وكاس زيت ثاني ناقص ما نديروش عامر بزاف، تقولي واحد 3 كاغ هكذاك. المهم خلطت هذاك السكر مع البيض، خلطتهم مليح حتى ولا هكا شويه شغل دار شويه لاموس. درت له هذيك لافاني مع لو زيت دو سيترون. هنايا ضفت عليه الزيت، خلطت كل شيء مليح انصومبل، ورايحه ندير لا فارين مع لا لوفيغ. لا لوفيغ انا درت غير ساشي وحده 7 غرام، ولا ميم شوز ثاني نبدا ندير لا فارين حتى تلم ليا العجينه. هنايا قسمت العجينة على زوج، النص رايح نديرهم قلوب ونص الاخر رايح نديرهم هكا ديغون. كيما راكم شايفين انا لي بيسور ما درتهمش بزاف هكا عراض. نورمالمون حلوة الطابة هكا معروفة نورمالمون تجي هكا من فوق، بصح حنايا ما تعجبناش هكذا كي تكون بزاف من فوقها، دونك درتهم كوميم مانس هذوك الحبيبات، ولكن مع لا لوفيغ يتنفخوا غير شويه هكذا يجيو سوا سوا كيما حنايا نحبوهم، ولكن نتوما عندكم الخيار زعما الا تحبوهم هكا يجيو هكا عامرين تقدروا تخليو العجينه شويه غليظه. هكا هنايا طليتهم بهذاك الصفار البيض مع القهوة، ورشيت عليها هذوك لي بونبون فيرميسيل هذوك ملونين، ودرتهم في الفرن.
لي كيلو كي غير خرجتهم من الفرن هكداك سخونين قطعتهم، سي ميو كي تخليهم حتى يبردوا يتكسروا لكم كاع، صح كي يكونوا هكا سخونين يتقطعوا بالسهل وما يتكسروش ثاني. هنايا قلبتهم هكذا يا شغل كوتي وحطيتهم يتحمروا شويه، وهنايا رايحه نكمل لو غيست تاع هذيك الحلوه الطابع. المهم لا ميم شوز كيما درت مع الاولين، ورايحه ندير هنايا لي كور، ندير لهم هذاك لو جون دوف من الفوق ونرش عليهم هذاك هذوك لي بونبون فيرميسيل هكا الاولين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، هذا هما لي كوكي جو بزاف هايلين، نتمنى ان شاء الله تجربوهم هكا بالمكسرات، قلت لكم بالجلجله نكتبهم ثاني كان بونغو مع هذوك حلوتنا هذيك حلوه الطابع، شي حاجه خفيفه ظريفه هكا سريعه ما تشيش بزاف الوقت، عم ميم ثاني كشابين وبنان هكا ملاح هكا لا تاي ولا قهوه. هنايا جزنا الفقرة التحنية، درنا هكا شوية حنا هكا باش نديرو شوية فال كيما يقولوا، فرحوا البنات وفرحنا هكذا يا العيد طرف العام كيما يقولوا، درنا الحنة هكا
بعد ما دوشتي البنات وانا راح نمشي ندوس دابا، انا يجب وقتي هكا نلمد شويه الدنيا باش غدوة نكون بلوس بلوليم. وجدت الكسوة اللي رايح نلبس ليها وخلاص لا جورني ديالي. هنا نكون وصلت لاخر تاع لا فيديو، نتمنى تكون ان شاء الله عجبتكم، اللي تكون في امان الله. السلام عليكم.